السائل الذي سأل عن الروائح التي تحتوي على الكحول، هو له سؤال آخر. الحقيقة مادة الكحول هذه باستخدامها في الروائح قد خرجت عن المعنى التي كانت عليه، خرجت عن المعنى التي كانت عليه، وبالتالي أهل العلم قد اختلفوا. بعضهم رأى أنه من الورع أن يترفع الإنسان عن استخدام هذه الروائح مع العلم أن استخدامها لا يبطل الصلاة كما يذكر بعض الناس أو كما ذكر السائل. لماذا؟ لأن هذه لا تنجس الثياب ولا البدن التي تقع عليه، لا تنجسه، فليس كل، حتى لو قلنا بأنها حرام لا يجوز استخدامها كروائح، هذه الكحول لا يجوز استخدامه كروائح، وقال البعض بأنه حرام، ليس معنى الحرام أنه نجس، فليس كل محرم نجسا إذا أصاب الإنسان أو وقع عليه، لابد أن نفرق بين هذا الأمر. وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج في استخدامها، وأرى أن هذا الأمر واسع، ومن أراد يعني أن يحتاط لنفسه ولم يستخدم هذه الكحول فهذا أمر يرجع إليه، ولكن عليه ألا يعنف من استخدمها. وأذكر أن شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان في المدينة النبوية، وكان يعني مدعوا على طعام غداء، ولا شك كان إذا حضر الشيخ استمع حوله الطلاب، فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد الغداء أتى صاحب البيت بزجاجة عطر فيها كحول، وكان يضع على يدي الضيوف، فلما يعني أتى دور الشيخ فامتنع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن أن يضع في يديه أي شيء من ذلك، ولكنه لم يتعرض لمن فعل هذا، ولم ينكر عليه، ولم يعنف أحدا، وسكت عن هذا رحمة الله تعالى عليه. وبالتالي أقول بأن هذا الأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى، من أراد الورع في هذا فله ذلك، ومن فعل فأرجو ألا يكون بهذا بأس، والله تبارك وتعالى